السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم أخوكم سراب من جرى 3D ماركت. كبداية حاب أنوه أنه فتحنا روم اسمه اقترح شرح، بحيث أي واحد حاب أو عنده مشكلة يعني اقترحها هنا، بحيث إن شاء الله نشرحها بفيديو. طيب اليوم شرحنا عن الكوليجن الخارجي الـ YBN، وما هو الفرق بين الـ YBN والكوليجن الداخلي اللي يكون مربوط مع الـ YDR. كبداية الـ YBN يعتبر أسرع تحميل يوم تدخل السيرفر، فيستعمل بالمابات الضخمة مثل المدن وأي مباني ضخمة كمثال الريسبون، بحيث أنه يوم يرسبن أسرع يقلل من نسبة أنه الشخص يطيح تحت الأرض أول ما يدخل السيرفر. وعلى العكس الكوليجين الداخلي يكون مربوط بالأوبجكتات الصغيرة مثل الطاولة الجدار إلى آخره، يكون أطول بالتحميل لأنه ما لك بحاجته كمثال. فائدة ثانية الـ YBN هي الضرورية، حيث لو تبغى تسوي موية كمثال وتبغى تربط كل الكوليجن عندك بالماب كل الأوبجكتات بملف YBN واحد، أو حتى لعمل الـ MLO اللي ممكن تتعلمه مستقبلا. طيب نبدأ بالشرح. هنعتبر أن عندنا أوبجكت اسمه تيست فلور، خلاص احنا سوينا له اكسبورت بعد ما ظبطناه ورحنا حطينا بوبين اي في مع الواي تي واي بي، ثم رحنا كود والكر ورسبناه بهذا المكان كمثال، ثم حفظنا الماب سوينا له اكسبورت كمثال انا مسوي من قبل، ثم اخذت الماب ورحت اوبن اي في وحطيته بالاوبن اي في، ثم رحت سويت اكسبورت واكس ام ال عشان تروح تسوي له امبورت بال 3D. طيب يوم نروح لل 3D اعتبر ان عندنا هذا الاوبجكت، ببساطة حتروح اخر شيء ماي ماب امبورت، نختار ال XML، عندنا هذا الواي ماب هنا قل لك في مشكلة، ليش؟ لأنه XML ما هي موجودة. طيب حنرجع نسوي لها export XML، حنرجع نسوي import على السريع، الآن صار XML. هتلاقي الأوبجكت انتقل راح لمكان بعيد اللي هو مكانه بنفس كود وركر بالضبط. طيب ببساطة حتسوي له كوليجن زي ما تسوي الكوليجن الداخلي مش، بس هنا في إضافة إنك تسوي شيء اسمه كومبوزيت، بحيث تحط الكوليجن تحتها ونحذف الموديل. طيب هنا حنزود 0.2 وحنحط 5 أشياء. طيب هنا تنويه بسيط بالنسبة لهذول الأشياء إيش هم. لو حاب تخلي مثلا هذه كبواب عند الأبواب كمثال، جدار عند الأبواب، وتبغى الناس ما يمديهم يطلقوا فهتخليهم ماب ويبن، إذا تبغى السيارة ما تدخل عند الأبواب ماب فيكل، إذا تبغى الشخص ما يدخل حتحط ديناميك وممكن ماب أنيمال. طيب حنرجع الوضع بحيث نخلي كل شي شغال. طيب إذا تبغى تخلي هذا درج كمان حتضيف ماب ستيرز. طيب هنحط هنا الاسم تيست فلور، خلاص كذا عندك الـ YBN جاهز. طيب في حتى إضافة هنا شيء إضافي، تبغى تخلي هذا يوم تطلق عليه مثلا يطلع آثار الطلق، إن كان طين إن كان اسمنت إن كان قزاز، فهتروح هنا Physics Material، هتروح عند James V Material وهنا تختار أشياء براحتك. مثلا أنا أبغى لو الكونكريت اسمنت، مثلا تبغى تخليه معدن صار معدن، تبغى تخليه موية كمثال يوم تطلق عليه أو يوم تمشي عليه حتى وإلى آخره. إحنا الآن نرجعها كونكريت وخلاص، ببساطة تسوي الإكسبورت وتروح تحطه بأوبن أي في، صار عندك الواي بي إن جاهز. بس هذا شرحنا، إن شاء الله كان بسيط ومفيد. يعطيكم العافية جميعا وبالتوفيق.